الإصابة قد تكون إصابة بسيطة عبارة عن خدوش أو ردود أو تمزقات بسيطة في الأربطة الخارجية للمفصل، وقد تكون الإصابة أكثر شدة تتمثل في إصابة بسطح المفصل، لا قدر الله كسر داخل سطح المفصل أو قطع في الغضاريف الهلالية الداخلي أو الخارجي، أو عندنا الرباطين الأساسيين للمفصل اللي هو الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي. أشهر إصابة بتحصل وكله متعارف عليها، أعتقد كل الناس تسمع عن يعني إصابة الرباط الصليبي داخل الركبة، يعني إن هو الرباط الأساسي المسؤول عن ثبات حركة المفصل في الدوران وفي المشي وفي الجري وتغيير الاتجاهات أثناء الحركة. يعني دكتور، يعني خليني أسألك أنا عن التمزق هنا وليس عن الرباط الصليبي، لأنه الرباط الصليبي ربما نذهب إلى عملية جراحية أو غيرها من الإجراءات، ولكن التمزق قد يصيب الرياضي وغير الرياضي. تكرار هذا التمزق أكثر من مرة، هل له تداعيات على الركبة وصحتها؟ طبعا اكيد، يعني احنا زي ما اتفقنا ان الاربطه اللي بتحيط بالمفصل هي المسؤوله عن ثبات حركه المفصل اثناء المشي او اثناء الحركه او اثناء الجري او اثناء الدوران او تغيير الاتجاه. عندنا الرباط الداخلي والرباط الخارجي، هم دول اشهر حاجات ممكن يحصل فيهم تمزق حوالين المفصل بخلاف الرباط الصليبي. التمزقات اللي بتحصل في الاربطه اذا الموضوع بقى حضرتك قلت مزمن او متكرر باستمرار، ممكن يؤدي الى الالتهابات حوالين الأغشية السينوفية اللي بتبطن سطح المفصل، ويسبب آلام مزمنة باستمرار، ويسبب حاجة اسمها يعني ممكن يحصل حاجة اسمها بيرسايتس أو التهاب في الأنسجة الرخوة اللي حوالين المفصل، وده يبقى مزمن ومتكرر، ولو مش بيتعالج صح مش بيقدر يرجع الرياضي ان هو يرجع يمارس الرياضة بشكل طبيعي زي ما كان قبل الإصابة. طب هذه الآلام دكتور، آلام الركبة يعني الناتجة من التمزق، كيف نقدر نفرق ما بين هذه وما بين الآلام التي تحدث من الحالات المرضية، خلينا نقول مثلا النقرس؟ النقرس طبعا من يعني في يعني اصابات الركبه، اولا هيبقى في هيستوري اصابه، يعني المريض يعني لما بيحصل له الام الركبه اكيد بيتوجه لاستشاره طبيب متخصص في اصابات الملاعب او في علاج الركبه. اولا هيدي تاريخ مرضي ان هو حصل له اصابه معينه، الاصابه المعينه دي بتسبب الام في مكان معين، او مش بس الالام بتسبب يعني مشاكل ميكانيكيه في الركبه، يعني ممكن يحصل عدم القدره على التنيو فرد المفصل بصوره طبيعيه، او الركبه يحصل فيها روغان او عدم ثبات اثناء المشي او الجري، ممكن المريض يحصل له سقوط مباشر على الارض وهو ماشي مش بيحصل له اي شيء. ده معناه ان في اصابه ميكانيكيه داخل المفصل، ان هي رباط او غضروف هلالي او حتى من سطح المفصل اتكسرت لا قدر الله او حاجه زي كده. ده شيء، والالتهابات العاديه داخل المفصل شيء تاني. في حاجه اسمها التهابات الروماتيزميه والالتهابات الناتجه عن الترسبات للاملاح زي النقرس زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، ان دي بيبقى فيها بس الام، انتفاخات ورشح ميه داخل المفصل، احمرار، الام اثناء النوم، يعني اعراضها بتبقى شويه مختلفه عن التمزقات او الاصابات الرياضيه. اليوم علاج الرباط الصليبي دكتور الامامي، هل فقط هو العلاج الجراحي وما بعد العلاج؟ العلاج الطبيعي هل هو ضروري انه يكون حتى تتاهل الركبه من جديد؟ لانه الاغلب في الوطن العربي لا يعني ما يحب انه يذهب الى العلاج الطبيعي الطويل. جراحه. ايه. تمام. تمام، يعني إصابة الرباط الصليبي يعني احنا الحمد لله الوضع حاليا غير من 10 سنين غير من 20 سنة فاتت بالنسبة لعلاج إصابات الملاعب، وخاصة الرباط الصليبي اللي هو أشهر إصابة ممكن تحصل داخل الركبة. الرباط الصليبي بتتراوح الإصابات فيه، هل هو تمزق بسيط، قطع جزئي، قطع كامل في سطح في 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 الرباط، عن طريق الكشف السريري وعن طريق الاشعاعات الرنين المغناطيسي الام ار اي بنقدر نحدد درجه الاصابه، وكل درجه اصابه ليها طريقه علاج معينه.